يوسف الزو قبل بدايه المباراه. المقابلات هذه ديما تتلعب على حاجات منها معنى، ضربة تماس، ركنية، معناها مخالفة، معناها شفنا ديما المقابلات هذه تتلعب على عدم تركيز في لحظة تتقلب المقابلة. وبالفعل وعلى إثر مخالفة نفذها ماهر الكنزاري يسعد رضي جعايدي فوق الجميع ويغالط الحارس خالد فاضل معلن عن افتتاح النتيجة. هدف فرهد برشا أحبابه بسويقة وأعطى للفريق شحنة معنوية كبيرة. وهالفرحة في الحقيقة كادت تتضاعف دقيقة فقط بعد هالهدف إثر عمل كبير ومجهود فردي من اللاعب نزوله له، لكن الحارس خالد فاضل بكل براعة يتصدر. وهنا انتظرنا عودة قوية من جانب زملاء الرويسي، لكن وكأني بيهم أنهوا المباراة قبل نهايتها وما قاوش الحل أمام فريق أصبح يلعب وكأنه مش منقوص من لعب، وكان يدور الكرة كل راحة وثقة في النفس وأغلق كل المنافذ اللي ممكن تأدي المرماه سواء من خلال الكرات العالية أو التسربات الجانبية البوزيان وكريم الزديل. المدرب إكسبرايا حب يعطي روح أخرى لخط الهجوم وربما من خلال إقحام ثنائي الغزغازي وإيغور يجي الحل. وبالفعل تحسن نسبيا وتحرك خط الهجوم وكاد الغزغازي باش يعدل النتيجه من خلال ابرز فرصه اتيحت الفريق باب جديد، لكن كورته مرت فوق الاخشاب. التراجي وهو منتصر ما ترجعش للوراء بل انه حاول باش ينهي اللقاء من خلال اضافه هدف اخر وكاد ينال مبتغاه لولا يقظه الحارس خالد فاضل اللي كان في الموعد امام بن حمد والسحباني. وحتى الخمس دقائق اللي اضافها طاقم التحكيم ما جابتش جديد باستثناء التصويبه القويه لايغور واللي حولها الواعر للركنيه امام حيره الاطار الفني للنادي الافريقي وفرحه جمهور الترجي بهالانتصار الثمين. نلعب بعشرة معناتها سي با فاسيل قدام ايكيب تلعب عتيتر معنا وكيب موتيفي برشا، لكن اسبيرونس مرة أخرى معناتها الصنعة نتاعو ولا الاكسبيرونس نتاعو قوة النادي الافريقي هو كون وقت يكسب كورة يعمل الهجومات المعاكسة على من 31 دقيقة نجح في البقية متاع الشوط الأول خاصة بعد ما خرجنا خالد بدر، لكن الخرجة هذه كانت فيها فائدة أنا كانت فيها فائدة للعقلية متاع الملاعبية متاعي أنا في عقليتهم أنا ولو مطالبين باش يضعف المجهود متاعهم ويغطيه والنقص العددي هذا. ريت مباراة كبيرة بين زوج فرق كبار وخصوصا خلال الشوط الأول خلقنا عدة فرص، لكن يلزمنا نقولوا أن الواعر أعطى الإضافة للفريق وعمل الفارق. وبصراحة ما فرحتش الخروج خالد بدرة لأني نعرف أن أبنائي باش يستسلموا المباراة. الترجي لعب أحسن منا في الشوط الثاني واستحق الانتصار. نذكركم إذن الآن بنتائج